مش ممكن. بتهرج يا سليمان، ازاي تسكت على اللي حصل ده كله لحد دلوقتي؟ ازاي اتكلم مع مين واتكلم اقول ايه وانا ما عنديش دليل واحد على الكلام ده؟ وانا بقول لك روح بلغ البوليس ولا النيابه، انا بسالك ليه خبيت عليا انا؟ ما جاش في بالك ان الناس اللي خطفوك دول هم نفسهم اللي ضربوني بالنار، ومن حقي اعرف مين اللي عمل فيا كده؟ يا ملك انا الاول من حقي اتاكد من اللي جرالي قبل ما اخرف اقول اي كلام. لحد اللحظه دي مش متاكد اللي حصل لي ده حقيقه ولا وهم ولا من ده على ده، ولا النيله اللي حقنوني بيها دي وهمتني بحاجات مش حقيقيه لا طبعا حقيقيه. بأمارة ايه؟ وايه بالظبط اللي حقيقي وايه اللي انا اتوهمته؟ يا ملك انا قمت من النوم بعد 4 ايام من الحادثه بتاعتك، لقيت الاكل زي ما هو، لقيت السنارة والطعم زي ما هم، العربية راكنة مفيش لتر بنزين واحد ناقص منها، مفيش لعصابة ولا مسدسات ولا شاليه معزول في الصحراء. لا ولقيت كمان الواد السمسار جاي لي يصحيني يقوم على الفطار. هي حاجة غريبة وملهاش تفسير، بس في ظواهر تانية بتقول انها حقيقية. زي ايه بقى؟ زي انا شفتك في البرنامج وانت بتكلمي وانا متخدر؟ ايوه، ولقيت نفسك محبوس وما تقدرش تخرج، بس لما رجعت مصر عرفت من مراتك انها فعلا استقبلت منك تليفون وهي في مديريه الامن ومن رقم غريب، وقلت لها انك في الغردقه. ايوه ما انا فعلا قفلت التليفون بتاعي وجبت شريحه تانيه، بس شاهيناز ما سيفتش الرقم التاني اللي انا اتكلمت منه، فانا مش متاكد. لا مش ممكن، لا بجد مش ممكن. انت عايز تقول ايه بالظبط؟ يعني انت عايز تفهمني انك عملت الفيلم ده كله مع نفسك من غير وعي ولا اراده؟ خرجت من عندي تتصل بالاسعاف وحبست نفسك في الشاليه بتاعك وألفت السيناريو ده كله في خيالك، يعني خطف وعصابه وتهديدات ومفاوضات واتصال او تليفون لمراتك عشان تبعت لك الفديه، وفجاه فقلت بعد ما شفتني في البرنامج ولقيتني بدور عليك. لا ما ينفعش يا دكتور، لا بجد ما ينفعش. عبد الله اللي ينفع. عبد الله مين؟ دكتور عبد الله انيس. عبد الله انيس استشاري النفسيه والعصبيه، هو صديق قديم من ايام الجامعه، رحت له وحكيت له، قال لي وارد ان يكون ده عرض مرضي ممكن يحصل لبعض الناس لما يتعرضوا لضغط كبير قوي، يعني يخلقوا حيله دفاعيه، يعملوا عالم وهمي ويعيشوا فيه، ولما الضغط ده بيخف عنهم بيبقوا طبيعيين لما بيرجعوا يحسوا بالأمان. وإيه هو الضغط اللي أنا سببته لك عشان تتعرض لحالة زي دي؟ رد علي يا سليمان، وأنا ضغطت عليك في إيه؟ حقك علي يا سليمان، ومليون حق لك عليا. سامحني، أنا أسفة بجد، سامحني على جهلي وغضبي وهمجيتي، على كل كلمة وجعتك وكل فكرة رخيصة شوهت صورتك في عليا، واقبل مني أقل كلمة شكر واعتذار. تسلم إيدك يا سليمان، تسلم إيدك. خير يا باشا؟ ها سبع ولا قطه سيامي؟ لا ما تزعلنيش منك بقى يا باشا، مش محسن الصواف اللي يتحسب على فصيله القطط. طب سمعني، مقابله زي الفل، الراجل اتصدم، ما كانش مصدق الشياكه والذكاء والعظمه دي كلها،
وكلفني أشكر سعادتك على بعد النظر وحسن الاختيار. كويس، عشان يعرف الفرق بين الرمم اللي بيختارهم وبين جواهر أمين عزام، ويعرف إن مهما وصلوا بقاله كلمة مالوش لازمة من غير أسياده. لا ما هو عارف دي كويس قوي. الحكاية كلها شوية كبر وأنتك فرغة. طب والأمانة؟ الأمانة الاجتماع بكرة الصبح وإن شاء الله مضمون. بص يا محسن، أنا ما بحبش كلمة مضمون دي من غير ثوابت. ثوابت إيه أكتر من كده يا معالي الوزير؟ إحنا هناخد الأوكي من هيئة المكتب وحندور على تصويت الأمانة. مفيش حاجة مضمونة في الحزب يا محسن، خصوصاً بعد الهيفات ما زادت والعيال سرحت فيه وقعدت على الكراسي. ما تقلقش يا ريس، اللعبة دي أنا بلعبها على ضمانتي وعارف مكسبها كويس. الحجر اللي رميناه النهاردة ضربنا بيه 20 عصفورة. أنا ما يهمنيش العصافير اللي اتضربت قد ما يهمني الحجر اللي ضربته ما يلفتش النظر والتساؤلات. أنت عارف إن كل أعضاء الحزب الدورة دي مسعورين على الترشيح زي ما تكون شوطة وسرحت فيهم كلهم، ده غير الصوابع اللي عمالة تنكش في البلد ومستنية نص غلطة. يا باشا دي صوابع مهزوزة بتتحرك بمزاجنا وتحت عينينا. مش قوي كده يا محسن، بص كويس في اللي بيحصل في دهاليز إخواننا البعدة والأسماء اللي هينزلوا بيها، وانت تعرف ان الحكاية مش ناعمة قوي للدرجة دي. تقصد مين سعادتك؟ بابا يا ستي. ايه ده؟ هو انت كمان باباك مترشح للانتخابات زي خاله شريف؟ ده الصدفة العجيبة دي. هو مش زيه قوي يعني. بص، خالك مترشح من حزب الحكومة، لكن بابايا انا بقى داخل من الباب الخلفي اللي هو باب ايه؟ حزب المعارضة. هيبقوا منافسين ضد بعض يعني. انت عسل يا شهر. هيا هنتريق تاني؟ لا والله العظيم ما اقصد، بس هي اصل الحكايه مش بالصوره البريئه اللي انت شايفاها دي يا شهد. ازاي؟ موضوع المنافسه دي بقت خيال علمي، يعني ما عادتش موجوده عندنا في مصر. وبعدين معاكي بقى، انا جاي النهارده عشان اطلعك من الجو الكئيب اللي انت عايشه فيه ده. ما تجرجرنيش بقى للكلام في السياسه والكلام اللي دمه تقيل ده. انا ما جرجرتكش الحاجه يا استاذ، انت اللي فتحت الموضوع وقلت لي ان باباك. انا كان قصدي هون عليك يا شهد، عايز اعرفك ان انا شريك معاكي في الهم والوحده والتشتت اللي انت عايشه فيه. الاحساس اللي انت بتعاني منه في البيت هو نفس الاحساس اللي انا عايشه بالملي. الفرق الوحيد اللي ما بيني وما بينك ان انا بابا وماما منفصلين، وده كمان يعتبر فرق تافه ملوش اي معنى، لان لو انكسر الحب والاتفاق ما بين اي راجل وست لا يمكن تجمعهم اسامي الجواز. صدقني لو قلتلك نجي عليا يوم تمنيت ان هما الاثنين ينفصلوا عن بعض يرموني في الشارع عشان نخلص من العذاب اللي انا فيه. للدرجه دي يا شهد؟ انا في حرب يا خالد، حرب دايره ما بين طرفين، انا ماليش غيرهم في الدنيا. حرب، حرب لا بتدخل هدنة ولا نافع معها أي صلح. الضحية الوحيدة في الحرب الغبية دي هي بنتي. كل واحد فينا بيحاول يشدها لأرضه يزايد على حبه ليها وخوفه على مصلحتها، بيستخدم كل قوته علشان يقنعها بنفسه وفلسفته في الحياة. وليه ما تاخديش موقف حاسم يا شهد؟ ليه ما ترفعيش عن نفسك الوصايا اللي هم فرضين عليكي وتاكدي لهم انك منين يا خالد؟ منين هجيب قوه لموقف زي ده؟ منين وانا طول عمري شايفه الدنيا بعينيهم وهتحرك على خطواتهم؟ المره الوحيده اللي سلمت نفسي فيها لطريق تاني وقعت في ايد واحده سافله دمرتني وحطمت حياتي. عقلك هو اللي هيدلك يا شهد مش قلبك. جردي نفسك لحظه من مشاعرك ناحيته هتقدري تميزي مين فيهم اللي صح. مش هتميز يا ملك، صدقيني مش هتميز.
شيناز بنت بيني وبين بنتي سور من يوم ما اتولدت. كل يوم تقوي في السور ده، تثبته وتعليه. كل يوم تصطد اي غلطه ليا، اي هفوه، كل نقطه ضعف فيا، وتسلط عليها عدسه مخيفه علشان تقنع بنتي ان انا منطقه الغام. لو فكرت انها تعدي السور ده هتنفجر وتضيع. ورق، السور اللي بنيته مراتك ده سور من ورق، دقة واحدة بس من قلب بنتك ممكن تهد السور ده وتقضي عليه. أصل أنت ما تعرفش البنت اللي بتعيش مع أب زيك ممكن تحس بإيه. سليمان صدقني شهد بتحبك قوي، بتحبك. بحبه بس انا من كتر حبي فيه كنت بعاقب نفسي علشان كنت بقول لو انا السبب انه يستحمل قسوة العيشة مع واحدة مفيش بينه وبينها اي مشاعر يبقى لا حرام يسيبني ويطلعني من دماغه ويدور على سعادته مع اي واحدة تانية ممكن تحبه وتحس بيه. وهتقدري تعيشي حياتك من غير وجوده جنبك؟ اقدر يا خالد لو شفت هو قادر يعيش هقدر. يا الله ده انت طلعت حدوته كبيره قوي يا سليمان. هقولك على حاجه غريبه قوي. قولي. انت مش بتقول انك ما بتحبش السياسه ولا بطير ريحتها ولا عندك اي فكره عن السيناريو السياسي اللي بيحصل في بلدنا؟ اجهل من دابه سعادتك. معلوماتي في السياسه زي معلوماتك في الكيمياء العضويه، ده على اعتبار انك ادبي يعني. سبحان الله، حياتك انت ومراتك وبنتك نسخه بالكربون من السيناريو ده يا سليمان. اقصد ايه؟ اقصد يعني انه سامحني يا سليمان، اصل انا ما بقدرش وما اعرفش اعمل زيك، انا لازم ارد على التليفونات. ايوه يا اكرم، ازيك؟ ملك، انت فين؟ طيب هسألك سؤال وترد عليه بصراحة لو سمحتي. انت حصل حاجة بينك وبين سليمان العريني؟ سليمان؟ حاجة زي ايه يا اكرم؟ مش فاهمة. اجاوبك على ايه يا اكرم؟ مش تفهمني الأول؟ عبير يا ملك دخلت في أزمة شديدة جدا. ايه؟ وشكلها ايه الأزمة دي؟ وجرالها ايه بالظبط؟ هلوسة وغيبوبة وكل نص ساعة بتفوق بالعافية ومش قادرة تميز مين قصادها أصلا. يا دوبك من 10 دقايق لسه فايقة وجمعت كلمتين بالعافية وعايزة أشوفك ضروري أنت أو الدكتور سليمان. طب اقفل يا أكرم. اقفل بس دلوقتي أنا جاية لك حالا. في إيه يا ملك؟ إيه؟ عبير ساقت حالتها جدا. إيه؟ ساقت حالتها يعني إيه؟ إيه اللي حصل؟ معرفش، قال لي إنها طب يلا 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 نتكلم في السكة. مش عارف يا ريس. تقريبا كده كرسي في الكلوب. البنوتة جالها تليفون واتكهربت على الآخر. لموا الليلة طالعين دلوقتي حالا بالعربية. طب دور واجهز واعمل حساب زحمة المرور، ولو خدها وطلع على شقة السيدة ترك العربية في شارع بورسعيد وتقطرهم على رجليك. رمزي مش عايز خشومية وخليك معايا لحظة بلحظة. ايوه باشا، واضح كده ان الانسجام زاد بينهم قوي والعلاقة اتطورت لدرجة ما